كان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يتميز ببعض المواقف التي وصفها البعض بالغريبة وغير المنطقية، من بينها تفضيله سيدات عازبات لحراسته الشخصية واصطحابه لهن في كل زياراته الخارجية. لكن بعد سقوط نظامه يظل السؤال الأكثر أهمية حول حارساته الشخصيات، هو أين ذهبن هؤلاء الحارسات وما هو مصيرهن بعد أن تبدل حالهم من العزة والرفعة بصحبة ملك ملوك إفريقيا إلى السقوط والاختفاء والخوف من التتبع والإيذاء؟ تابعوا هذا الفيديو وستعرفوا الإجابات. نهايات مختلفة ما بين السجن والشهرة والاختفاء، حيث تنوعت مصائر حارسات القذافي واللاتي ظهرن في حقبة التسعينات، وكان يمنحهن كل الصلاحيات المتعلقة بأمنه وسلامته في كافة تحركاته داخليا وخارجيا. وكثيرا ما تحدثت وسائل إعلام عربية وغربية عن حارسات معمر القذافي وصلابتهن، حتى وصفهن الأمازونيات الفاتنات والحسنوات الفاتكات، وذلك بسبب قوة عزمهن وثقتهن في أنفسهن ومدى ما كان يمنحه العقيد الليبي معمر القذافي لهن من ثقة وأولوية في حراسته الشخصية، لدرجة أنه كان لا يأمن ولا ينام إلا في وجود أحدهن بالتحديد كي تقوم بحراسته. أحمد قذافي الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق وابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تحدث عن مدى حرص القذافي على منح النساء دورا فاعلا في السياسة الليبية، فقال: إن المرأة في العالم العربي مهمشة، وحتى إن كنا في العالم الغربي يتقلدنا بعض المناصب المهمة ووظائف الرجال الصعبة، لكن لا توجد امرأة مقاتلة في العالم تستطيع حراسة شخصية سياسية كبيرة بحجم القذافي. مردفا: ليبيا حولت المرأة لسيدة مقاتلة شجاعة، بدلا من كونها طباخة ومنظفة للصحون ويتم حصرها في الشؤون الإدارية. ونوه إلى أن نصف قائد الطيارات الحربية في ليبيا كنا سيدات، وواجهنا ببسالة الغدرسة الأمريكية في البحر المتوسط، مؤكدا أن أول قادية عربية كانت ليبية، نافيا ما تم ترديده عن حب القذافي للنساء وتحويلهن لجاريات، معقبا: هل يعقل أن يحول شخص ما جواريه لحارسات ويضع لهن مهاما صعبة وشاقة؟ وإنما القصة أن القذافي أراد تصدير فكرة أن نساء الوطن العربي في الصدارة ويمكن أن يؤدين كل المهام. وإذا أردتم معرفة مصير حارسات القذافي المقربات له، فسوف نذكرهن لكم الواحدة تلو الأخرى. ففي مقدمة حارسات العقيد الليبي معمر القذافي جميلة المحمودي، وتعتبر جميلة المحمودي حارسة للزعيم معمر القذافي وإحدى المقربات منه لسنوات طويلة وحافظة لأسراره، حتى وصفها البعض بالصندوق الأسود لحياته. وحازت المحمودي على شهرة واسعة النطاق في وسائل الإعلام العربية والدولية لكونها بئر أسرار القذافي الشخصية، ولم ينم القذافي في فراشه إلا بعد التأكد من وجود المحمودي خارج غرفة نومه لحراسته. وبعد رحيل القذافي على أيدي الثوار عام 2011، كشفت المحمودي أسرارا كثيرة عن حياة القذافي، وبعدها اختفت تماما ولم تظهر حتى تلك اللحظة التي أحدثكم فيها، ويخشى أنه قد تم القبض عليها أو تصفيتها أو احتجازها في إحدى السجون كي لا تبوح بالمزيد من أسرار ملك ملوك إفريقيا التي قد تشكل خطرا كبيرا على بعض زعماء الدول الأخرى. ومن بعدها تأتي مبروكة شريف، كانت تعمل قائدة للحرس الخاص للعقيد القذافي وتظهر بجواره في كل المناسبات حتى جولاته الخارجية.
عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 استطاعت الهرب إلى الجزائر، وحصلت على حق اللجوء السياسي هناك هي وأفراد أسرتها جميعا إلى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها، وهو ما يمنحها أمنا بنسبة كبيرة من أي مؤامرة على سلامتها الشخصية التي قد تتعرض لها. ثالثا، جميلة درمان. وتعد جميلة درمان أقرب الحارسات لمعمر القذافي وحافظة تل أسراره، وقد تعرضت للقبض عليها من قبل عشرات النشطاء الليبيين بمدينة طرابلس لكونها من أتباع النظام الليبي السابق والداعمين له. شاركت درمان في العديد من الإعدامات ضد خصوم النظام خلال حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت من أعضاء اللجان الثورية المداومين على حضور وتأييد عمليات الأعدام، بالإضافة إلى مشاركتها مع الحرس الثوري واللجان الثورية في ليبيا في صد العمليات الانتحارية التي نفذها أفراد تابعين للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في العام 1984 فيما عرف وقتها بعملية عمارة باب العزيزية، وفشلت بسبب تصدي النظام الليبي لها بقوة وعنف، وأسفرت عن قتل وتصفية العديد من المشاركين فيها. رابعا، جليلة كورونتيسكا، وهي ممرضة أوكرانية شقراء فاتنة، وتعد أقرب النساء للعقيد القذافي وحارسته الشخصية، حتى كان القذافي لم يذهب لأي مكان بدونها. وقبل سقوط نظام القذافي انتشرت أنباء عن وجود علاقة حب بين جليلة والقذافي، ومن المواقف التي تعرضت لها حارسة القذافي أنها منعت من مرافقة القذافي في مطار البرتغال، إلى أن القذافي أرسل لها طائرة خاصة تنقلها لمقر مرافقته في البرتغال. خامسا، عائشة الهادئة. وكانت عائشة الهادئة أيضا من حارسات الرئيس الليبي معمر القذافي والمقربات إليه، وحاليا تقبع في سجن النساء بطرابلس. ويقال إن العقيد القذافي أطلق عليها اسم عائشة الهادئة تيمنا باسم ابنته التي كانت تستشعر الأمان لوجود الحارسات بمقر إقامة والدها. سادسا، عزيزة اللبنانية. وتعتبر اللبنانية عزيزة إبراهيم من ضمن حارسات القذافي، صرحت في وقت سابق بأن جميلة درمان شكلت رعبا للحارسات الشخصيات للقذافي، لأنها هي من قتلت العقيد حسن إشكال ابن عم القذافي، لأنه رفع صوته على الأخير خلال نقاش ما، فقامت بإطلاق النار عليه وأردته قتيلا في الحال. وفي النهاية، ما هو رأيكم في المصير الذي تعرضت له حارسات العقيد الليبي معمر القذافي، والذي لم يكن ليتوقعه أي شخص في ليبيا الحرة قبل أحداث فبراير التي جرت على ليبيا الكثير من التغيرات التي تتعرض لها البلد الغني بالنفط بصورة كبيرة؟ والسؤال الأكثر أهمية، هل تتوقع أن تظهر إحدى حارسات العقيد الليبي معمر القذافي في القريب العاجل لتكشف المزيد من القصص والأسرار عن حياة ملك ملوك إفريقيا العقيد الليبي الراحل معمر القذافي؟